بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم حبايبي مشاهدي كوكا اوكا، اهلا بيكم ان شاء الله طيبين. تعالوا بقى معايا النهاردة جولة تانية في سوق الجمعة، هتفرج على حاجات كده وانا بتمشى وهفرجكم معايا. هبدأ بالاكسسوارات دي الجميلة عشان البنات يتفرجوا، وفي ساعات وفي اقمشة بصراحة اسعار متفاوتة من الرخيص للغالي قوي، واذواق جميلة جميلة. حتى اتمشيت في الجزء اللي هو فيه حاجات قديمة، شفت حاجات بصراحة حلوة قوي، وفي فضيات وحاجات حلوة قوي قوي. يلا بينا بقى نشوف، بس مش تنسوني بقى لو كنتوا جداد اشتركوا من تحت الفيديو الكلمة الحمراء اشتراك، وفعلوا الجرس وسبسكرايب. اهلا نورتوني يا حبايبي. هنا جينا عند الحنفيات. صديق هذا مال انت؟ بكام هذا؟ ثلاثة دينار. وهذا الطقم كام؟ فين هذه اللي مالت المطبخ اللي تتحرك هذه؟ اهي ده بكام هذا؟ هذا 5.5. 5.5 اللي بيتحرك ده. اهو اللي زي دي اللي يتحرك ده الطقم ب5.5. مية مية. هنا الحنفيات مية مية. خلينا نشوف الفلتر بكام الانجليزي. هذا فلتر بكام يا صديق؟ صديق هذا بكام؟ هذا 6 دينار. 6 دينار. هذا يبي 5 ماما. هذا 3.5. في 5 وفي 3.5. جيبها هي بنص. كل هذا بنص؟ يا سبحان الله. اي شي نص. اصوات شايفين للهدايا الحجاب بنص النار، كل الالوان جميلة. يوم السبت بيبيعوا كل حاجة بنص. ده اللوني الحجاب اللونين اللي بيبيعوه غالي، ودون اهو انواع مختلفة. خفيف ده حلو قوي، اللي عايز بقى بنص. الله على النص. يا حول الله. اللي عايز بقى الوان كتيرة، الواحد عنده اصلا كتير هيكدس. يا حول الله. اي شاينوس. ممتاز ممتاز. على نوس. ايه يا عيال، لو عايزين يا عيال اجيب لكم. رواد كوكا اوكا اجيب لكم يعني من دون. اي شاينوس. كله رخيص، سبحانك يا رب. شايفين متعفرت شوية، معلقهم اللونين اللي هناك اهو، كحلي مع اسود مع وردي، ودون اللي هو كنا بنجيبه غالي قوي اللي هو الركامة ده. نص النار. هنا يوم السبت كل واحد بيرخص اهو. ورق جدران الرول بالنارين. هو الرول كم متر؟ 10 متر. 10 متر بالنارين. شايفين ورق جدران، شايفين الالوان، حاجة جميلة بصراحة. اللي عايز يلزق ويظبط. جيت هنا عند بتوع الكشافات بشتري منه كشاف. بكم هذه الفرشة؟ 3.5. انا اجيب كرتون على الاكسسوارات وحاجات البنات.
هذا بكم هذا؟ كله؟ كله 2.5. 2.5. وهذا حبة، وهذا بدل. واحد حبة دينار والثلاثة ب2.5، ده شكله حلو. يلا يلا جيب. كله بدينار. يلا بسرعة بسرعة. واحدة بدينار. ساعة كم؟ بكم ساعة؟ ساعة هذا بكم؟ أول دينار ونص. دينار ونص؟ خلي دينار شوف. خلي دينار كله؟ شوف شنو يبي تعشين. لا بس سيبي هذا. بس هذا. حلوة دي بدينار. ودي الحمرا. شوف حلوة الساعة قوي. هذا كم صديق؟ قول. كم صديق؟ دقيقة. أقول لك هذا كم صديق؟ دينار؟ اثنين؟ ليش؟ صافرات. هذا يصير اثنين دينار؟ ما يروقن. ايه هني الحين بيقص 5 زين. صديق كم صديق يقول؟ هذا كم؟ ما يعطي دينار صديق؟ هو ما يبي ما يعطي دينار؟ يبي ما شكر له يقول. ما يعطينا خلينا نسأل الأسعار بكم هذا صديق هذا كم ها 4 دينار متر 4 دينار المتر من ده كم ده كمان يا نما كم ده فهم القماش ده بيبقى بدنار ده قماش السجاد انواع مختلف حسب المقاس أسعار متفاوتة في غالي وفي متوسط وفي كل الأسعار كله موجود وكل الألوان حلو جدا هنا الحاجات القديمة اهي اللي أصحابها بيبيعوها حاجات المطاعم وحاجات كل حاجة هنا قديمة بقى هنا قسم الحاجات القديمة فيها عدد وفيها كل حاجة هنا صابون وهنا حاجات موبايلات في كبر حماية كامل لو سمحت في 8 بلس حاجات قديمة ده ايه ده؟ دي علبة حاجات قديمة الحمل ده بقول له كام؟ قال لي بثلاثة بيقول بثلاثة والجديد انا جايباه ب2.5 بس طبعا ده احسن ده ايه ده؟ ده صلصال يمكن بكم هذا؟ دي مكعبات دي ولا معرفش ايه دي بيقول ب12 دينار في المحلات وهنا بيبيعها بدينار وعنده كور اهي وحاجات هنا بتبقى مكتبة وقفلت كل حاجة موجودة ده قديم كله
بس حلو. ده اللبس بتاع الأطفال بالكيس بتاعه، بس بيتباع مع القديم. وده قاعد يقول بنص كل حاجة، وهنا العدة، هي كلها اللي عايز عدة.